نحتفي اليوم بالذكرى 10 لوفاة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وهو شاعر رمز، لأنه رمز للقضية الفلسطينية ورمز للقومية العربية ورمز كذلك للإنسانية بصفة عامة. ذلك أن الناظر في شعره يمكنه أن يلاحظ ويستنتج أن هذا الشعر يعكس حياة الشاعر منذ كان شابا في فلسطين، وبعد خروجه من فلسطين والتحاقه بلبنان حيث عاش فترة طويلة، ثم خروجه من لبنان بعد نهاية حرب بيروت التي كان من نتائجها خروج الحركة الوطنية الفلسطينية من بيروت وهجرتها إلى تونس. فشعره في هذا الإطار يمكن القول إنه شعر عكس حياة الشاعر كما عكس حياة الأمة انطلاقا من ستينيات القرن الماضي إلى أن وافته ألمانية من قبل 10 سنوات، يعني سنة 2008 تقريبا. فبهذه المناسبة بطبيعة الحال تنظم شعبة اللغة العربية وكلية الآداب بالشراكة مع بيت الشعر في المغرب هذه الندوة العلمية التي يرجى منها أن تكون فاتحة لندوات أخرى في الموضوع، وكذلك أن تكون مناسبة يلتقي فيها طلبة شعبة اللغة العربية بنقاد ودارسين ومهتمين وشعراء وأدباء مهتمين بشعر محمود درويش وبالشعر العربي الحديث بصفة عامة. نحتفي في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط بتنسيق مع وتعاون مع بيت الشعر في المغرب باحتفالية رمزية تخليدا للذكرى 10 لوفاة الشاعر الكبير محمود درويش. هذا الشاعر الذي بصم الثقافة والشعرية العالميتين، والذي حول الجرح الفلسطيني إلى جرح كوني وإنساني. هو كان يهتم بالمقاومة الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت كان شعره يصب في الإطار الكوني والإنساني. أي منفي، أي مهجر قسريا، أي مسلوب الحرية إلا ويجد ذاته في شعر محمود درويش. الجانب الأساسي في هذه الندوة هو أن محمود درويش زار المغرب مرات عديدة، وكان كلما زار المغرب كانت القاعة كما شاهدتم اليوم تكون ممتلئة عن آخرها. وزار هذه الكلية بالذات عام 2003 استجابة لنداء مهرجان شعري نظم ببرلين، ما يسمى بإعلان برلين، أي أن الشعراء والباحثين خرجوا بتوصية من أجل تنظيم أو تكريم هذا الشاعر تكريما يليق به ويليق بسمعته. وفعلا أن الكلية نظمت هذا اللقاء الذي حضره تلة من الباحثين والشعراء من مختلف دول المعمور، وحضر الشاعر محمود درويش بالذات. كما أن الكلية نظمت في اليوم نفسه معرضا للأطاريح الجامعية التي نظمت حول شعر محمود درويش ودواوين محمود درويش التي فاقت 30 ديوانا. وهذه نغتنم هذه الفرصة من أجل أن نحفز الطلبة من جديد للنبش والحفر أكثر في شعرية محمود درويش، نظرا لقيمتها الرمزية ونظرا لقيمتها الشاعرية والإنسانية والكونية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.